السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل ايميل على الموقع المشهور فيسبوك. اول حاجة هنكتب هنا فيسبوك في المنطقة دي، هيحمل وهيجي لنا الصفحة دي بالظبط، بيقول لك يساعدك فيسبوك على التواصل والتشارك مع كل الاشخاص في حياتك والتسجيل مجاني وسيبقى مجاني. بيقول لك اول حاجة الاسم الاول، تدخل الاسم الاول بعد ما نكتب الاسم الاول بيقول لك اسم العائله، ممكن مثلا تكتب رفعت والاسم التاني اسم باباك براحتك بقى، او ممكن رفعت ال كين مثلا. بعدين هيبقى كده بيقول لك دخل بريد الكتروني. احنا اتعلمنا في حلقتنا اللي فاتت ازاي نعمل ايميل على الياهو، وهو البريد الالكتروني ده بيقصد اللي هو معرف الياهو. ندخله ونعيده تاني هنا، بعدين تدخل كلمة السر اللي انت عايزها طبعا. بيقول لك تاريخ الميلاد، اختار هنا بقى براحتك، ممكن تختار 2000 2000 براحتك، بس تاريخ ميلادك هيظهر لأصدقائك. تختار النوع ذكر طبعا وندوس تسجيل. بيقول لك الخطوة الأولى ابحث عن الأصدقاء، معلومات الصفحة الشخصية، الصورة الشخصية. دوس تخطي هذه الخطوة عشان نخلص، بعدين تخطي. سيبك بقى من المعلومات دي، ده يعني ايه زي ملهاش لازمة. وهنا الصورة ممكن تحمل صورة من الجهاز، بس برضو تقدر لو دوس تخطي تقدر تجيبها تاني. ان شاء الله دي هنعلمها لكم في حلقتنا الجاية ازاي تستعمل الايميل. ظهر لنا كده بيقول لك يرجى الانتقال الى لاكمال عملية، يعني بيقول لك لازم تأكد الايميل من ياهو، يبقى تدوس الى الانتقال الى بريدك الالكتروني. هيجيبك على طول لبريدك الالكتروني اللي على ياهو. بيقول لك فيسبوك انما يتبقص وقت ودي سيبك منها، اهم حاجه اللي هي دي اهلا بك في فيسبوك. دوس عليها هيجي لك دي، تدوس الشروع في العمل كده مبروك عليك، خلاص عملت ايميل الفيسبوك. سيبك بقى من الخطوات دي، تدوس الصفحه الرئيسيه هنا، ده ايميل فيسبوك. ان شاء الله في الحلقات الجاية هنتعلم ازاي تخش فيه وتستعمله، وازاي تضيف اصدقاء ويبقى عندك اصدقاء، وازاي تضيف صورة، ونعلمك الفيسبوك كله ان شاء الله في الحلقات الجاية. شكرا لكم، ونشوفكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.